والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. هاتنا السرباسي تاي تأنيس بفعل مثلا علامتي الحاقي علامتي مؤنث بفعل ماضية تل مضارعة معمولا علامتي مؤنث لبرويك لا أولا وبتيشروع به أو تي بي ويا بين يازبين لويك لا آخرة علامتي تأنيسي في وبني بلا مقسما لسر ماضية أفرمي وتاء تأنيث انت للماضي إذا كان لأنثاك أبد هند الأذى تي تأنيس تلي الماضي يعني أو تي تأنيس أتشسبي بفعل مازية كو واعتبد واي مازية كذا دي ببي أقرى تلي يعني ببي فاصلة وانا مثلا أبت أبا 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 أبيا أبو أبت أو. أما كي إذا كان لأنثى يعني زمانك كماضية كمسند بولاي أنثى بي يعني بو مؤنث بي وكو أبد هند الأذى كأبد فعل ماضي وهند فاعل كيتي وأذى مفعول كيتي لا أصل أبته هند هم بمنصرفي وهم بغير منصرفي أتواني اعتباري كي بلام ليرة لبروزني شعرك حتما أبي غير منصرف به هند الأذى شون تنوين بي بيت أبد هندني الأذى أو أوكات شعرك خلاف خلافك جاء فرمي على إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنثين أجر فعل ماضي إسناد راب ولاي فاعلك مؤنث لحقته تاء ساكنة بيوي أتشسبيه تيكي ساكنة أو تي ساكنيشة تدل على كون الفاعل مؤنثا دلالة دكالة سلويك فاعل كمان مؤنث بوا إيتر ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي بو أمياني بو الحاقيتية جياوازية قنية لو الحاقيتية لبين حقيقي ولبين مجازية وهو قامت هندن وطلعت الشمس لكن أو نهي لها بو أوتايا حالتاني دو حالتي هي يكيان حالة لزوم وحالة جوازي يكيان حالة لزوم هي لهندي شوينة تيكا لازم أبي ببي لهندي شوينة حالة جوازة أكري ببي وأكري نبي مثلا سليلا قامت هندون شنك فاعل كد مؤنسي حقيقية دبيت هيك حتم فاصلاج نكوتوا حتما نبيت هي ببي بفعلك ولا قامت هندون وليلة طلعت الشمس وكفاعلك الشمس ومؤنسي مجازية أتواني تيجي ونبي والله طلع الشمس وسيأتي الكلام على ذلك ولدوهي كلام قسو وتاردي لسر أو بياني لزوم جواز أمانة أمر دعاية وأفرمي وإنما تلزم أما حال اللزوم بعسى كايتر وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حرين علي تنها لكاتك دا تنها أو تي لازمي فعلك باشا كفعلك فعل مضمر به يعني فعلك إسناد درابي ولا ضمير باشا أو يشلا من ضميري متصل يعني فعلك إسناد راب ولا ضميري متصل على وكاتا مثلا بلاي الشمس طلعتني طلعك كيوت دواو هند قامت سو قامت إسناد راب ولا ضميري كتيا مستركة أو جهية هرشن هي ضميري منفصلة ولا لكاتي استتارة بيجن متصل أو حربي هو شرب وجر ملمر متصل أو مفهم يا فعل مفهم ذات حرين يعني فعلك فعلي اشتيك بك أو اشتا لفهم خربي لفهم خري ذات فرج به حرين بناي فرجة يعني مؤنسي حقيقي ما شاك فعل ملمرية وفعلك مزافة لي ملمركة يعني فعلك بك إسناد بلاي لمير درابجة شل ميرك لميري مؤنسي حقيقي بأي مجازي به ملمرين متصلين أو مفهمش عدفته بسر ملمركة وإنما تلزم فعل مفهم ذات حرين ماشا يعني
نوكو أو تايا لازمة بو فعليك فعلك هي كسيك بيا كاش يعني هي شتي يعني إسناد درابي بولا يشتيك كشتك لفهم خربي شي بخات فهمه ذات حيرين ساحي وفرجك بخات فهمه وكو مثلا قامت هندون كدياري هن أو هند لفزيك ك مفهمي ذات حيرة يعني أيسك فعلك فعلي قامة أو فعلي قيامة إسناد راو بولاي لفزك كلفزك أكو هند بك أو لفزة مفهمة بوذات حر بوذات حر حر لا أصلا حرحة جمع كلمة أحراح بمعنى فرجة يعني تلزم تاء التأنيس الساكنة الفعل الماضية في موضعين تي تأنيس ساكنة لازم فعل ماضي إلا دوشوانا إلا دوشوانا واجب كابي أو تياب ما زيك وببين أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل يكان ويك فعلك إسناد ريب ولاي ضميرك كضميرك مربوط بيب مؤنث باشا أو اختا إلى مضمر مؤنث أو جاء دقال وك ضميرك مؤنث متصل بيب ضميرك أشكري أعواب خوانو إلى ضميري مؤنث جامع المتصلين صفة دو صفة بولا ميركا ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي إذا أجر إسناد قبل لا ميرا متصلة كبو لو كانت جوازينية كآية أو ميرا بو مؤنث حقيقي أشيتو يا بو مؤنث مجازي فتقول هند قامت يا ري الشمس طلعت بو مؤنث مجازي ولا تقول قام ولا طلع مثلا بيجي هند قام يا بيجي الشمس طلع بلان فإن كان الضمير منفصلا ولأقل ضميرك منفصل لم يؤتى بالتاء بتيو لم يؤتى بإتيان بتيناك إتيانا هنري مثلا هندون ما قام إلا هي هندون ما قام إلا هي هند هيش كس قيامي نبوة أو نبي يسا أو هي كضميري منفصلة لدواء إلا وقراري قرتوا أو بوتفاعل قام لبدا مثلا تينا قريب شون أصل قواية هند ما قام أحد إلا هي لواقع فاعل حقيقي وقامك أحدك إذا أوكات ما دام ضميرك منفصل ومتصلية بس علامة تأنيث ناقري الثاني حالتي دومي أويكوا تي تأنيث بنين بفعل وأما أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقيا تأنيثي فاعلك اسم ظاهر به وتأنيثك شيء حقيقي به وكو قامت هندن وهو المراد بقوله أو مفهمي أو مفهم ذات حرين أو أجمع بس تبقى قولي مصنف كوتي أو مفهم يعني أو فعل مفهم ذات حرين وأصل حر حرح حرح بو فحذف اللام الكلمة وبحرح من أي فرج قال الحر بالكسر فرج المرأة والأصل حرح فحذفت الحاء التي هي اللام فعلك حذف بو وعوّر عنها راء وأدغمت في عين الكلمة فأتبت حر بوشيوة لأنه يصغر على حريح كلمة حريح وليه وهرب مخففي بمشددني ليه هر حيرة برضه لما وفهم من كلامه وفهم كلال كلامك المصنف أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين كتي لازمني يعني حالة الحاقيتي حالتي لزوميني بلكو حالتي جوازي هيا لغيري أو دوشوناع هل دوشوناع واجبة بالي فلا تلزموا في المؤنث المجازي الظاهري فلازمني لمؤنثك كمؤنث مجازي ببرام اسم ظاهر به فتقول مثلا طلع الشمس أتواني بلا طلعت الشمس ولا في الجمع وجمعيش يعني أقر جنبي فهم مثلا قامت الرجال آوة لماذا لازمني بلك جاهزة على ما سيأتي تفصيله بيانا سنوك تفصيلي أمدي الأمر أما وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحوية القاضية بنت الواقف برام فاصل كوتن لبيني فعل كو لبيني مؤنس حقيقية كذا أو فاصل كوتنا تركي تي مباحكة يعني وايا كان مثلا إجازة أدابة وكتين نهبة فعلك
لكوا مثلا لبسالك أوضا كمعمولا فاعل كهر مؤنث حقيقية بلان فاصلكش بغير إلايا وكو أتى القاضية بنت الواقف يعني هذا بولا قاضي كشي واقف أو كابرا كواقف بو كابرا مردوة مثلا وقفي كردوة لأن خصوصي وقفه وكشكي شو بولا قاضي إسا أتى القاضية أتى فعل ماضي القاضية مفعولة كيتي بنت فاعل كهر يعني فاصلة كوتا لبين مؤنث حقيقك كبنت كيو ولبين أتاك فعلك كقالية إتنيوت مثلا أتت القالية بنت الواقف أو جائزة يعني درستي شبيجي أتت القالية بنت الواقف أرى إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير إلا هل وقت فاصلك ولبين فعل وفاعل مؤنث حقيقك بغير إلا جاز إثبات التاء وحذفها أكريتك إثباتك أكري حذفك ولول أجود الإثبات أجود يعني شاكتر يعني إثبات شاكتر لا شاكتر كي إثباته فتقول مثلا تقول أتى القاضية بنت الواقف والأجود بيجي أتت يعني بيجي أتت القاضية بنت الواقف وتقول قام اليوم هندن عالي وفاصلة كتب بو ظرفك اليوم عالي أتواني بيجي قام اليوم هندن ولول أجود قامت يعني شاكتر كي وهي بيجي قامت أم جارف والحذف مع فصل بإلا فضيلة أما أجر فاصلة كبا إلا بو حذف تفضيل ددري بسر إثباتة يعني حذف كشاكة أو كاتة أي فاصلة بإلا إلا بي وكشي كما زكا إلا فتاة ابن العلا وكو أما بغي ما زكا يعني كذبا با قدر نشو مقر كشي كري العلا يعني كشا جوانكي ابن العلا كشي جواني هي ووانا باشا يسو فتاة فاعلي زكايا مثلا أشتواني بغي ما زكت إلا فتاة ابن العلا بلا مو باشتر بيجي ما زكا يعني بتسكيره وبيجي إلا فتاة ابن العلا أوج دبر ويا شن لو كاتا معمولا فاعلك لا أصل فتاة نية أو بدل لبري فاعل لا أصل أويا ما زكا أحد دي أحدش مذكر إلا فتاة ابن العلا وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا يعني أجر فاصلك ولبين فعلك وفاعل مؤنثك بإلا لم يجوز إثبات التاء عند الجمهور دل الجمهور إثبات التاء دروز نية عالي بيش إش أما جيب وكر كوتي مثلا أجر رميري منفصل بيني فردنا قبيش هند ما قام إلا هي إتن إلحاقي تي دروز نية أو عند الجمهور فتقول ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس ولا يجوز ما قامت إلا هند ولا ما طلعت إلا الشمس يعني ما قصي جمهورك حاربي ولأنا مصنف أين قيان أوتي اللقى الفصل بإلا فضل الحذف على الإثبات يعني إثبات شيء وقد أولث خلاف قول جمهوره وقد جاء في الشعر لشعر شهاتوه وما بقيت إلا الضلوع الجراشع أو نوية ليشي هيا دي أو التوى النحز نحز أو توى النحز والأجراز ما في عروضها غروزها غرز كان ينواه كديار أما أو جراشع صفة ضلوعك يا جمع جرشع بمعنى أويك سكي باي كردبي المنتفخ البطن وجوه الجنوب جنوب يعني كسي لشبيس بارا أوابي أمجر توا النحزو نحزيش بمعنى نخسة نخزة يعني تيوى جندن أوني كابرا جوتا كابا نقيزة أجاني لقاكيو حاربين والدفع أبتيس أوجه تنمى والدفع يعني بالبي ونان بقبلي آخر نخس يعني مثلا تو تيوع جنبه أوي بروة أما جاري وهاي بري في أقريبه أوي نروة قوات هردو معنا كأقريد أو الدفع أجرازك جمع جرز جرز لقرآن همان اللفظي جرز بمعنى زويك كجانار يعني يعني عرضك كجانار يعني أو جرزي في أجن كوات الليرة أويدة بلا وما بقيت ونما يوا
إلا براسو قال يقنبه ضلع من أي دندة براسو حالبي كأو براسوانا الجراشع بايان كردوا يعني مساخر أخر إنسان اشتيق زور بخواه أمانة براسوي هلاسي واعق يعني حالبي تو النخ نحزو والأجراز ما في غرولها وغرولة عليه غرول جمع غرالة يعني أبشت وهو حزام الرجل حزام الرجل يعني كمربن بشتوين بشتوين رأويك أي بسيطة بشتي يعني نحز وتفشار والأجراز فشار بزور بوهنانو وكدفعي كيان بلين بالي بيه ونيو أمانة أولا قال لأو أجراز يعني عرضي جرز وتعرضي ك مثلا شور عرضي شور أو كبير أو كهجنا رويني باشا أوانيش بيتشايا نوا شيان بيتشايا وا ما في غرو ما في غروليها أويك لناو أويا نابو لناو بشتو عندي خويا نابو معنى كي أما باسي واشتركي أكاي الله يصف ناقته ناقته بالكلالي كلال يعني خستقي والهزالي يعني قركيتي بيجي واشتركم خستيه لربوه زال رال أو لشي مما أصابه أصابها لو اشتكتوشي واشتركبوه لشي من توالي السوق والسير لما كبشتي سلهم يك سوق معك ليه ما نخريه والسيري حركات من بيها كذا لكوية حركتي كذوها في الأرض الصلبة لزاوية رقى باشا بجورك وحتى دقة يا دقة يجب باريك بوا ما تحت غرضها أويك لجير غرلكي دايا يعني لجير تنكي دايا حيث أويك إنكي بياتونكي بياجن أولا بياوا بياوا كماري خيبا سوا بياجن حزام أو حزامة بشتوين مثلا ولي اللي هي والله خوشتاك يبيعلن تنغى تنغى يبيعلن أمجارة وإنما وتوى إلا براسوي باكراو نبي باشا كواتا أم مسرعي أولا بي أما أها أما مسرعي دوامي أول أوي دوامي أوي كهاتو أو مسرعي كماني طوى النحزو أول كيف طوى النحزو والأجراز ما في غرولها يعني مثلا تي وجندن بري وبردن حركة بيدان والأجراز جوا يعني مثلا إسراحة بيندان عوائد سروة كما إسراحة بدون إسراحة هر بروا والأجراز وأو زوية رقو كويرانا كأو بياروي وحاربي أو بيتشايا أو نحزو إحرازا بري أو نحزو أجرازة شي بيتشايا ما في غرولها باشا أو يبيتشايا وكمي كدوا كالجير تنكايا ويتي يعني كالكو أماني لي بيتشايا شي نيراوته أمانة كوابو إيتر وما بقيت إلا ضلوع الجراشع باشا نما ولا جستي أمشرة إلا أو براسو باكر دو كان نفي جائسة كاني منزولي أولا لم شعرانية وما بقيت إلها فاصله با الا كوتوه برامتي تانيت شي بي وناوا كذبوا بي ونرى حاربين يعني ما خلاف نظر الجمهور وما با اما فعول خيت الا الضوء خيت الا لو مفاعيل ضلوع فعول جراشع مفبحر طويله ام جاره فقول المصنفين قولي مصنف كفرويتك إن الحذف مفضل على الإثبات كواعق يعني حذف مفضل بس الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز خوي مشعر به إثبات جائز وليس كذلك بلا موانية وكما رخنيق لمصنفة لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم وأن الإثبات إنما جاز في الشعر فصحيح شك أجر أم بستي بوق سيخويا أو به كحسفك مفضلة بسر إثباتها باعتبار أماك ثابت ببوي لنسر ولنظمة باشا وإث باعتبار أماك أو حسفة ثابتة لنسر ونظمة
وأن الإثبات وإثبات إنما جاء في الشعر برا إثبات هلا شرعته فصحيح. يعني تمشاكا أجر منزولي المصنف بو تفضيلة أو به منزولي أو به كعلين حذف لا إثبات باشترى بو حذف لا إثبات باشترى ولا شون كحذف إثبات حذفك حذفتيك هم لنسر هذا هم لنزمة دي باش ولا إثباتك لنسر نهات لنزمة هذا على أجر منزولي أو به أو شاك عربي أو صحيحة. وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات ولأجل منزول حذفك الزور تلا إثبات يعني إثبات زورة أو اقتقسك مصنف غير صحيح بوشي لأن الإثبات قليل جدا شون كإثبات زور كما أما أو جدول أمر أفرمي والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع حذف جاري وهي ديبة بفصله يعني فاصلة نكوتة وكبيرن قال فلان آخر بعض نوع فلانة مؤنسة بعض نوع عربية قال فلانة فلانة تيب نانين بهينكو بفعلكو بيجن لغتي قال فلانة ولا حذف جاري وهي ديبة بفصل أمر دوايا ومع ضمير ذي المجازي في شعر وقع أو حذف لقل ضميري مؤنسي مجازية لشعر واقع بوا أخري موت من أجر إسنادك ولا ضمير به وكو الشمس طلعت هند قامت إتوا صدر ذهب حتما تيبيوني بفعلك حربي بلا مالي مثلا الشعر واقع بوجاري وهي فعلك إسناد لا بلا ضميري كضميرك بو مؤنسي مجازي أقريته كشي فعلك تي تأنيث بيوني حربي وتاني بويا أو حسفة لقل ضميرك كضميرك ضمير بي والراجع ولا مؤنث مجازي لا شعر واقع بوه جاري قد تحذف التاء من الفعل المسند الى مؤنث حقيقي من غير فصل جاري وهي تي حذف ذكري لو فعلي كاسناد لا ولا مؤنث حقيقي من غير فصل ببي فاصله وهو قليل جدا حكى سبه قال فلانته وقد تحذف التاء فلانين فلانجن مثلا وقد تحذف التاء من الفعل المسند الى ضمير المؤنث المجازي وحتى جاري وهي حذف تي اكري لو فعلي كاسناد راوه ولا ضميري كضميري كراجع ولا مؤنث مجازي وهو مخصوص بالشعري ولا امكانها فقل شعرها اكري كقول ام شاعر كري فلا مزنه ود قد ودقها ولا ارض ابقل ابقالها علي هيج هوري اغنيه كباران ببارين بمعنى باران بار باران دني او هوره او مزنه يعني مزنا هوري هوري بارانوي يعني هيج هوري اغنيه وباراني باران بي وهي زاويه كيجنيه بمانندي او زاويه رواندني كردبي رواند جاي رواند بي ابقلاني جاي رواندو حربي يا سنه ولا ارن ابقلا برن ابقلا فعل مازي فاعل كي اجر اتناب بيجي هي بس فاعل كي هي شبشبته ولا ارن ابقلت ابقالها حربي هرشن سويتي تاويلك على او لا أصل ولا مكان أرض يعني أبقى لك بو أو مكان محذوفة ضميرك يا أشياء بس ولا تعطي نائب بشاهد يا ما قالوا عليه يمكن نعم بل أنت لي رباب ياسين جاء ما أم شعرة فلا مز فلا مز فعول ويا نت وفعول دقد ود فعول قها فعل يعني بحري متقاربة ولا أر فعول ظن ولا أرض ولا أرض أشياء ولا أرض بها ولا أرض ولا أرض أبقى لأبقى لها يتنابي أمجى أبقى فعول باشا لأبقى فعول لها فعل بحري متقاربة موفق إن شاء الله